أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوالي. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والهادي. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد المهند في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك حيث الأسبوع الثقافي الخامس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سدد الله خطاه ووفقه إلى ما يحبه ويرضاه في نشر دين الله عز وجل. أيها الأحبة الأكارم، لقاؤنا يحمل عنوان مكارم الأخلاق والتحلي بالصدق. معنا بمشيئة الله تعالى قارئا فضيلة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، ويحاضر بمشيئة الله تعالى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية في الأزهر الشريف سابقا، وفضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ومعنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد الملطاوي. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وفضيلة الشيخ عبد العزيز البنا مفتش مساجد التجمع الخامس، وفضيلة الشيخ أحمد مبارك مفتش مساجد التجمع الأول. نحن ضيوف على الرحمن في بيته، استقبلنا فضيلة الشيخ محمد منصور حبالة إمام وخطيب مسجد المهند. أيها الأحبة الأكارم، الدين الإسلامي دين مكارم الأخلاق. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومدح ربنا تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم من حسنت أخلاقه بقوله: إن من أحبكم إلي
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومن أعظم الأخلاق خلق الصدق وقول الحق. ربنا تبارك وتعالى اسمه الحق، خلق السماوات والأرض بالحق، وأراد من الناس أن يعيشوا حياتهم بالحق قولا وفعلا ومعاملة. خاطب أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن نتحلى بخلق الصدق الذي اتصف به نبينا قبل بعثته، فكان صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. أيها الأحبة الأكارم، خير استهلال ودائما القرآن الكريم. نبقى مع هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، شرح الله صدره وفتح عليه فتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكفى
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لمعالم الإيمان، فاشرح به صدري لمعرفة الهدى واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، ونحن هنا في رحاب مسجد المهند في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث الأسبوع الثقافي الخامس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك نشراً للوعي والثقافة بالوسطية التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى. أيها الأحبة الأكارم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته، وأمرنا بأن نصلي عليه دائما أبدا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمس أو غربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت، صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد
صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة، وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا البيت في مسجد المهند، وهو مسجد قام على الصدق وأقامه أهله على الصدق، ولذلك هذا المسجد سيظل منارة للعلم وللتدين وللتعبد وللخضوع لله رب العالمين. في هذا الحراك العلمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في نشر العلم والأسابيع الثقافية في المساجد المختلفة، وهو جهد مشكور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب العاملين عليه بكل خير. الصدق، الأمم تقوم على الصدق، والأمم القوية تحافظ على مستوى الصدق بين أبنائها. ذكر لي أحد الناس أن الأطفال في بريطانيا أول ما بيدخلوا المدرسة أول أسبوع يتعلم الصدق، مهما فعل ومهما صنع لابد وأن يكون صادقا. كان في مشكلة في أمريكا من أيام كلينتون واتهامه باغتصاب واحدة وزنا، ولم يحاسبه الناس هناك على الزنا مع اعتباره خطيئة كبيرة جدا، ولكن تمت محاسبته على أنه كذب على الناس وأنكر التهم ثم ثبت التهمة، فكان الحساب على الكذب، مع أن الزنا أو الاغتصاب ده جرم كبير جدا. الإسلام جاء وأمر الناس أن تقوم حياتهم على الصدق، ونعى القرآن الكريم على المشركين في قول الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والآية الثانية: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الصدق هو الصفة الأولى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن يجب لهم صفات أربعة، أولها الصدق ثم الأمانة ثم التبليغ ثم الفطانة. ولذلك يتحدث القرآن عن الأنبياء: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتصفوا بالصدق، ورسولنا الأكرم ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم أعجب به أهل مكة لصفتين كانتا فيه، هما الصدق والأمانة. ولذلك فوق جبل أبي قبيس حينما دعاهم أول مرة قال لهم: هل جربتم علي كذبا قط؟ قالوا: لا والله ما جربنا عليك كذبا قط. وأبو جهل وهو العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويقول: كنا نسميه في صباه بالصادق الأمين، فبعد أن بلغ الشيب في صدغيه نسميه بالكذاب الخائن، هذا ما لا يكون. وكان الرجل منهم رغم أنهم كانوا على الكفر يرى أن الكذب ينقص من مكانته،
فأبو سفيان في حديث هرقل لما التقى بهرقل، الحديث الطويل موجود في البخاري، يقول أبو سفيان: والله ما منعني أن أكذب عليه، إنه يكذب على هرقل ويقول له كلام كذب على النبي، ما منعني أن أكذب عليه إلا أنني خشيت أن أكذب عليه كذبة فأسقط من عينيه. كانوا رغم شركهم كانوا رجالا لهم كلمة. الإسلام يدعونا إلى الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين. في هذا الوقت الذي نعيشه إشاعات كثيرة ومتعددة، والفيسبوك شغال، والإشاعات دي احنا بنطلق عليها زيها زي ما ورد في قول الله تعالى: إذ تلقونه بإيه؟ بألسنتكم. هو التلقي بيكون باللسان ولا بالسمع؟ الأصل بالسمع، إنما هنا يقول إذ تلقونه بإيه؟ لا يأتي إلى السماع ولا يدخل إلى القلب، تلقونه بألسنتكم وعلى اللسان، وتقولون بإيه؟ بأفواهكم. والقول هل يكون بالفي أم يكون باللسان؟ القول باللسان، إنما هنا عبر وتقولون إيه؟ بأفواهكم، يعني الكلام جاء على طرف اللسان واللسان دفعه مرة تانية مثل كرة المضرب، من المضرب للمضرب دون أن تلمس الأيدي. الصدق. الإمام الجنيد رضي الله عنه لما أراد أن يطلب العلم وهو طفل صغير، وأراد أن يذهب إلى بغداد لتلقي العلم، وضعت له أمه 40 دينارا وخاطتها في ثيابه، وأخذت عليه عهدا ألا يكذب، كانت عليه عهد ألا يكذب. وهو في الطريق مع الناس خرج عليهم لصوص قطاع طريق، فسأله أحدهم: ما معك؟ قال: معي 40 دينارا قال: أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ. فأخذه إلى زعيمهم كبير اللصوص، فقال له كبير اللصوص: ما معك؟ قال: 40 دينارا قال: أين هي؟ قال: هذه في الثوب. قال: ما حملك أن تخبر عنها؟ قال: عاهدتني أمي ألا أكذب. فبكى الرجل زعيم اللصوص وقال: أنت تخشى أن تخالف عهد أمك وأنا أخالف عهد ربي، أعلن لكم توبتي. فقال من معه المساعدين من اللصوص اللي معاه: أنت زعيمنا في السرقة وزعيمنا في الإيه؟ في التوبة. الصدق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى فيه مناظر يوم القيامة: يؤتى بالرجل فيشق فمه إلى قفاه، ثم يشق الجانب الآخر إلى قفاه، ثم يلتئم، ثم يشق، العذاب بتاعه كاللوب من النار يقص إلى أن يصل إلى قفاه، والتاني إلى قفاه، ويعود مرة أخرى. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ربما لم يفسر هذا القول إلا في عصرنا الحاضر، لأن حاليا دلوقتي بكلمة على الإنترنت وبتدوس إنتر بتصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، الكذبة تبلغ الإيه؟ الآفاق. الصدق منجاه. قد يدعى الإنسان إلى بذل النفس وإلى الجهاد فيكون جبانا ترتعد فرائصه فيخاف فلا يقدم، وقد ترتعد أنامله حينما يريد أن يخرج مالا للصدقة، ولكن ما الذي يدفعه إلى الكذب؟ الكذب فضيحة، وخاصة في عصرنا الحاضر
بعد الانترنت والتسجيلات المسجلة الإنسان يقول كلاما وفي العام التالي يقول كلاما ويخرجون الكلام وهو يعارض بعضه بعضا. كن رجلا، كن صادقا في كلامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال في رواية الإمام مسلم: عليكم بالصدق، أي إلزموا الصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: عليكم بالصدق، وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف الأسبق. أيها الأحبة الأكارم، ما زلنا في هذه الرحاب الطاهرة العامرة، مسجد المهند في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، نعيش هذا اللقاء الإيماني المبارك ضمن الأسبوع الثقافي الخامس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الآن إلى كلمة فضيلة الدكتور على الله شحاتة الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين. جزى الله فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع خيرا على هذه الكلمة الطيبة، وأكمل بعد هذه الكلمة حيث يحضرني ذلك الموقف الذي من خلاله كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه عالما فقيها ملأ الدنيا علما، فإذا ذكر العلماء فمالك هو النجم. أول مرة يروح فيها الدرس ليتعلم على شيخه ربيعة، قالت له أمه بعد أن ألبسته العمامة وألبسته ثياب العلماء، قالت له: يا مالك، خذ من أدب ربيعة قبل أن تأخذ من علمه. أهم شيء أن تكتسب خلقا، وما فيش بعد الصدق إنك تكون صادق في كلامك، في أفعالك، في مشاعرك، في أحاسيسك. لو تأملنا القرآن الكريم وهو يحكي عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد، قال المفسرون بمعنى القسم. هل كذب المنافقون في وصفهم نشهد إنك لرسول الله؟ ما كذبوا، ولكن الله قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في مشاعرهم، كذبوا في حالهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أصعب شيء أن تقول بلسانك ما ليس في قلبك. سورة تانية يحكيها القرآن: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. لو كانوا أبرياء وحسن النية لقالوا نحن لا نفسد، ولأنهم كاذبون قالوا إنما نحن مصلحون. قال علماء النفس: هذا ما يسمى بالإيحاء، إن الإنسان يفضل يكذب لغاية ما يصدق نفسه ويفكر إنه هو صادق بس هو كذاب.
لكن ده بيسميه الإيحاء، صدق نفسه. ولذلك كان في رجل اسمه أشعب، كان مهرج وبتاع نكت على عهد سيدنا عثمان، ولد قبل انتقال النبي بسنتين. فمر الأطفال زهقوه، قعدوا يغزوه ويزهقوه، فقال لهم إن هناك عطاء في دار بني فلان، بيوزعوا نفحات هناك لكي يصرف الأطفال. الأطفال جريوا على البيت يشوفوا النفحات دي، قال فأشعب جري وراهم كذب الكذبة وإيه وسدها، لعل أن يكون هناك عطاء. فشوف الاستهواء والإيحاء، إنك تفضل تتعود على الكذب حتى تظن أنك صادق، ده أصعب شيء. ولذلك الصدق يربيك على الراحة والطمأنينة، الصدق يربيك على راحة الضمير ويعطيك السكينة، ما فيش عندك قلق ولا خوف ولا توتر. ليه؟ لأنك صادق. حتى لو تعرضت للهلكة لن تشعر بريبة، الصدق طمأنينة. ولذلك لما جم رجل جابوا لي الحجاج وقالوا له هتقول قدام الحجاج انك مجنون وتعدي، والحجاج ما بيعديش لحد حاجة، فاتفقوا معاه ان يجي قدام الحجاج يتظاهر بالجنون. فالراجل لما جه قدام الحجاج قال ايه؟ قال والله لا ازعم ان الله ابتلاني وقد عافاني، عمري ما اكذب، ما انا ادعي ان ربنا ابتلاني وهو عافاني. فقال الحجاج خلوا سبيله لصدقه، هذا رجل صادق. فالنجاة في الصدق. الإمام الراغب، ونتأمل الكلمتين دول في غاية الأهمية، وقفت عندهم كثيرا، قال لولا الصدق لبطلت الشرائع. الكلمتين اللي قالهم الشيخ الدرديري، اللي قالهم أستاذنا، وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، من صفات الرسل الصدق. ما ينفعش في رسول يكون كذاب. قال لولا الصدق لبطلت أحكام الشرائع، والاختصاص بالكذب انسلاخ عن الإنسانية. خلاص الكذاب ده مش إنسان، مش بني آدم، ما تعتبروش بني آدم. لذلك العرب عندهم عار وسبة أن يتهم بالكذب. علشان كده برضو سيدنا النبي قال أيكون المؤمن كذابا؟ لا، أي حاجة إلا الكذب. شوف، والاختصاص بالكذب انسلاخ عن الإنسانية، فخصوصية الإنسان بالنطق، الإنسان ناطق من بين سائر المخلوقات. خصوصية الإنسان النطق، ومن عرف بالكذب لم يعتمد نطقه، ومن لم يعتمد نطقه لا ينفع، وإذا لم ينفع نطقه صار هو والبهيمة سواء، بل يكون شرا من البهيمة. قال لك ليه؟ قال لك أهم ما يميز الإنسان البيان، الكلام، النطق. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فإذا كان بيانه كاذبا لم يكن له قيمة ولم يعد لكلامه معنى. خلاص، ده الميزة اللي ربنا ميزك بها عن سائر المخلوقات، البيان، علمه البيان. فأنت تيجي تعتدي على حرمة هذا البيان وتكذب. محمد بن سيرين رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل الفقيه، لما حبس في القصة المعروفة، الرجل السجان صعب عليه، فقال له لما يجي الليل أفتح لك السجن وتذهب إلى بيتك. سيدنا محمد بن سيرين قال له والله لا أعينك على خيانة السلطان. شوف الصدق لحد فين. ولذلك قالوا الصادق مستجاب الدعوة وأجره محقق، ولو عجز عن الإتيان بالعمل. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء.
في النهاية نسأل الله أن نكون ممن قال فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. شو بيقول للمؤمنين؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ليسأل الصادقين عن صدقهم. حتى الصادق هيسأل عن صدقه في استجواب، وهذا يعطيه من الفخار أن يظهر صدقه لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الصادقين في النيات والأقوال والأعمال، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الصحيح: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، على هذه الكلمة المباركة. أيها الأحبة الأكارم، ما زال لقاؤنا متواصلا، ونحن هنا في رحاب مسجد المهند في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك ضمن الأسبوع الثقافي الخامس الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة الأكارم، قال حكيم لابنه يوما: يا بني، ذقت الطيبات كلها فما وجدت أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فما وجدت أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخور على كتفي فما وجدت أثقل من الدين. يا بني، عليك بالدعاء فإنه يفرج كل هم. وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء. وبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. هيا بنا أيها الأحبة الأكارم نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد الملطاوي، شرح الله صدره وفتح عليه فتوح العارفين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب.
ذا الجلال وكل خلقك كلمة يا ذا الجلال وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون أرسلت خير الخلق في فمه الهدى أرسلت خير الخلق أرسلت خير الخلق في فمه الهدى للعالمين مفسر الحرف والكلم المعظم معجز ومن الجلال تفرد المضمون أليس للإنسان فكل حسابي موزون فطريق من ضلوا طريق شمالهم فطريق من ضلوا طريق شمالهم والمهتدون لهم لديك يمين سيدي يا رسول الله والله يا خير الخلائق إنني بك مغرم والله يعلم والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك
النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد الملطاوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الإيماني، وعملاً بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر لصاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الأسابيع التنويرية جعلها الله في ميزانه وميزان القائمين عليها، اللهم آمين. الشكر لفضيلة الشيخ عيد حسن أبو عشرة حيث كان معنا قارئا، ولفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف سابقا حيث كان معنا محاضرا. الشكر لفضيلة الدكتور على الله شحاته الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث كان معنا محاضرا. الشكر لفضيلة الشيخ محمد الملطاوي حيث كان معنا مبتهلا. الشكر للإخوة الكرام علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وفضيلة الشيخ عبد العزيز البنا مفتش مساجد التجمع الخامس، وفضيلة الشيخ أحمد مبارك مفتش مساجد التجمع الأول. الشكر لفضيلة الشيخ محمد منصور إمام وخطيب مسجد المهند، هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.